بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. بطبيعة الحال هذا أول اجتماع تعقده اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب العدل والتنمية، حيث في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب تم يعني اتخاذ القرار أولا بعقد المؤتمر العادي السابع في غضون شهر يوليوز المقبل إن شاء الله. وبطبيعة الحال كذلك تمت المصادقة على اللجنة التحضيرية التي اقترحتها الأمن العامة. واليوم هذا أول اجتماع تجتمع هذه اللجنة أولا للمذاكرة في منهجية العمل، ثم كذلك يعني في البرنامج العمل للجنة للتحضير المؤتمر، ثم بعد ذلك هيكلة اللجنة سواء في رئاستها أو في اللجان الفرعية التي ستشتغل في إطارها. وكذلك بطبيعة الحال يعني اتخاذ بعض الإجراءات الأخرى سواء فيما يتعلق ببعض الوثائق أو التي يجب يعني تحضيرها، أو يعني تحديد المكان ديال المؤتمر، لأن المجلس الوطني لم يحدد المحدد المكان الذي سنعقد فيه المؤتمر. إذا هذه القضايا كلها اليوم يعني تناولناها وسنتناولها بالنقاش للوصول فيها إلى خلاصات، وسنتابع العمل إن شاء الله في المستقبل.